احنا بنحب هالبلد، ونحن مطروح علينا بلدان كتير نعيش فيها، مستعدين نموت بهالبلد. من هيك كل شيء بنضحي من اجله لهالبلد. نحن بنحب الانتاج، نحن بنحب نفعل على الارض. نحن بس نشوف شيء بده تغيير ما بنحكي فيه، نحن بنحاول نغيره. هذا الفرق بين المنفذين والمنظرين. على هالاساس حبينا نلبي هذا النداء ونشتغل. بلشت اشتغل على الموضوع بلبنان من 2009 مع البنك المركزي لنشوف كيف بدنا نحول نفياتنا لكهرباء بلبنان، بلد ضيق ما عنده محلات للمكافات والمطامر، وبذات الوقت ناقصنا كهرباء. شو بدنا حل افضل؟ كفينا هذا الشيء بجمعيه الصناعيين. عندما ناديت وقلت خلينا نولد طاقة نحن من النفايات أو من غيرها، كمان ما قدرنا. مع اتحاد البلديات اللي رؤساء البلديات موجودين اليوم، هن بيشهدوا من سنتين وثلاثة، لقينا إنه ما بنقدر، لأنه مجبورين ننطر مجلس الوزراء وصندوق البلديات بيتقاعد معه. الموضوع بالذات هذا الطلب على هالنوع من الـ من الـ من الخدمة اللي هي الجمع والطمر والتحويل في هالمناقصة، لقينا انه هي المناقصه بالتحديد بتلبي شغلتين اهم كثير مهمين وعزيزين على قلبنا. وحده الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص، وحده اللامركزيه. وفي احد القطاع اللي هي القطعه الثانيه كسروان جبال والمتر، نعتبر حالنا معنيين مباشره نحن قاعدين هون في هالمنطقه، وما بنقبل انه تكون هالمنطقه ما تكون ادارتها من ابنائها. لبينا النداء ببراءه، لبينا النداء بشفافية، لبينا النداء بحب لهالبلد. نحن معروف علينا ما بنعرف نعمل صفقات. أنا شخصيا أقسم بالله أنه ما بعرف وين مجلس الإنماء والإعمار. حبينا نفرجي مثل أعلى كيف بلبنان في واحد يدير مناقصة من هالنوع أو يشتغل بمناقصة من هالنوع بشفافية تامة وبعلم وباحتراف تام. كل أصدقائنا بالأحزاب السياسية اللي قراب كثير منا كلهم سوا، ولا واحد منهم نحن حكينا معه ليس عارف. طلب منا نقدم عرض في جمع فرز معالجة وطمر. هذا الموضوع على التون، بدنا نقدم سعر بالتون. وموضوع ثالث ما له علاقة يلي هو الكنس، والكنس مطلوب منا نحط سعر إجمالي، لأنه هذا السعر خاضع لقرار بالنتيجة البلديات المعنية. على اساس نحن سعرنا 123 دولار يا اخوان، نحن سعرنا 123 دولار. الشركات اللي قبلنا اللي كانت بمنطقتنا عم يتراوح سعرها بين 150 وال 160 دولار، يعني نحن عم نوفر بين 27 و 37 دولار بالنهار بالطن، يعني ب 1100 طن نحن عم نوفر حوالي 29000 ل 35000 دولار بالنهار. للاسف تفاجئنا بطريقه عرض الحديث وعرض الارقام انه حطوا الكنس قسموه على الطن وزادوه مع سعرنا، علما انه يلي كان عم يجري من 10 و 15 سنه في لبنان خاصه بمناطقنا الكنس ما له علاقه نهائيا ومنه بال 160 دولار. الكنس لوحده واكثريه الايام ما في كنس. الكنس كل بلديه عم تكنس لحالها، في بلديه او بلديتين عم تشتري هالخدمه من شركات خاصه. ثالث موضوع وهو الاهم، انه نحن عم نخلق، كنا عم نعمل شيء لأول مرة بصير ببلدان نامية، وهي تحويل الطاقة، تحويل النفايات للطاقة ولكن بطريقة لا مركزية. يعني نحن عم نقدر نحول النفايات لنوع من طاقة، يعني فيول حبوب، كل 3 طن من هالحبوب بشكله قيمة حرارية لطن فيول. يعني عم نوفر طنات فيول كتير كبيرة تتحول لكهرباء عند المستهلك، تتحول بقلب غاز وتفوت بمولدات عند المستهلك مش على الشبكة. وهي بتوفر كتير للشبكات وتوفر كتير مشاكل قانونية، لأنه كهرباء لبنان مثل ما بتعرفوا كتير صعب تشتري كهرباء من قطاع خاص. نحن عم نوظف رقم فوق 100 مليون دولار لنحول لنقوم بهالعملية. من هيك كنا حاطين شروط وهلأ كانت تحت الفتح، لأنه بس يبلشوا يفاوضوا معنا. هيك كان العقد، طريقة المناقصة هي من بعد ما تجيب أوطى سعر ببلش يفاوضوا معك حسب شروطك يلي أنت حاططها بعقدك يلي مقدم.
احنا عقدنا كنا قايلين انه احنا اول شيء بدنا تامن الدوله مطامر صحيه لنقدر تخدمنا اول سنتين وثلاثه تكنا جهزنا مكانات. ثاني شيء وهذا كثير شغله مهمه حفاظا على المستثمرين، لانه كمان نحن عاملين مشروع نفتح راس مالنا 30% منه يكون مطروح للشعب، لنكون عم نبرهن كيف بكل شفافيه وبكل لا مركزيه كل شخص بلبنان في يكون مستثمر بخدماته. نحن ما بنعرف نزعبر، نحن ما بنعرف ندفع سماسره تنقبض فواتيرنا لغا. على هذا الاساس طالبين منا التزام كامل بدفعه على الوقت، وهذا شرط رح يكون كان كثير صعب. من بعد ما عرفت اليوم انه الغيت هذه المناقصه، انا بدي اسال ليش الغيت مزبوط؟ وشو يعني الغيت المناقصه؟ وهلا لوين؟ هل رجعنا على سوكلين؟ هل رجعنا على 160 دولار؟ هل رجعنا على اللي كنا نعرفه؟ هذا سؤال انا بطرحه عليكم كلكم، وحطوا قدام راي العام اللبناني. لاي متى بدنا نضلنا نمول الفساد في لبنان؟ على اساس انا بشكركم عن جديد لانكم كنتوا معنا اليوم، المغامره بعتبرها كثير حلوه لانه نحن عندنا مصداقيه مع زيتنا وما رح نغير رغم كل الصعاب. من امبارح بلشنا نسمع ارقام كاذبه، بلشنا نسمع كذب، وانا حابب انه سمي القصص باسمائها. هالكذب انتم مش مسؤولين عنه، هالكذب مسؤول عنه يلي بدقيقه حاميه من الاعلام سرب لكم اياه واعطاكم اياه. بلشنا نسمع ارقام وبلشنا نسمع مقارنات ما بين سعر اندافكو بيتاك وسعر سوكلين، وانه بدنا نشكر المتعهد السابق على حسن عمله ونعتذر منه على كل شيء قال عنه وهلوم مثلا. بعتقد مثل ما قال هلا ما رح نرجع نطول كثير، بس نرجع نذكر انه هيدي المناقصه هي فيها جمع ومعالجه وكنس. واذا عم نحكي على موضوع الجمع والمعالجه اللي هن الموضوعين الوحيدين اللي الشركه اللي اليوم عم تعمل المهمه بهي المنطقه تبع جبل لبنان الشمالي، سعر اندافكو بيوتيك هو 123.5 دولار، سعر الشركة اللي اليوم عم تعطيكم خدمة زيتها هو 150 ل 160 دولار، الحقيقة ما حدا بيعرف، بعتقد ما حدا حتى منكم بيعرف بالضبط، لأنه الأسعار ما لنا واضحة. الشيء الأكيد أنه نتيجة المناقصة اللي فتحت بالأمس تعطي بالقليلة وفر من 20 ل 25% على السعر اللي اليوم الكلفة اللي اليوم عم يتكلفها الشعب اللبناني. هيدي هي الحقيقة. وهيدي الحقيقة أنتم مرحب بكم تجوا تشيكوها وتأكدوا عليها بدفاترنا وبأرقامنا وبمستنداتنا، لأنه نحن هذه الطريقة اللي نشتغل فيها. الحقيقة ما تفاجأنا، يعني كنا منتظرين اليوم أنه يلغوا المناقصة. هذا الشيء بينشاف من التصاريح اللي صاروا من امبارح ومن اليوم الصبح على السعر الغالي ويا بيي شو بدنا نعمل وهلوم مجرة وعن الفساد انه هذه المناقصه الجرسة والمناقصه الفساد. انا بدي اقول لكم شغله وسجلوها للمستقبل، الغاء المناقصه هو الفساد بحد ذاته، الغاء المناقصه هو الفساد بحد ذاته، هو الفساد الجرسة. ما عادوا يستحيوا يكذبوا، ما عادوا يستحيوا يغيروا، ما عادوا يستحيوا يضحكوا علينا، لانه ما في حدا يردعهم. يا ايها الاعلاميين ما في غيركم قادرين تردعوا. حاله اهتراق سياسي ما حدا واقف قدامهم الا انتم. اللي صار اليوم بالغاء المناقصه هو سق براءة ذمة مزور. أعطي للشركة اللي كانت عم تشتغل واللي بعدها عم تشتغل. واللي صار اليوم وقت اللي فجأة لقيوا مصاري مشان عكار، وأهل عكار بيستاهلوا، مشان يرجعوا نقدر نلاقي مطامر بعكار وهيدا حل مناسب، هو الحل المناسب مشان يرجعوا يلغوا المناقصة يمددوا لسوكلين وننسى المناقصة ونكمل
مثل ما كنا. يا أصدقاء هيدي المرة الثامنة بال 2001، مرة الثامنة بال 2001 بيصير في مناقصة وبتلغى. هالمرة وصلت لمجلس الوزراء، قبل كنت تلغى، قبل ما كنت توصل لمجلس الوزراء، كانوا يقدروا يلغوها قبل. هالمرة الحقيقة إن كانت قدامكم ولا بيتاك خربطتهم شوي لا، لأنه نحن ما بنفوت بالترتيبات. حطينا أجلنا بالصحن ودعسنا وخربطنا لهم اللعبة، اضطروا إنه يكبروها ويعملوها. هن كانوا عاملين أصلا دفاتر شروط بشكل إنه ما حدا يقدم، نحن قدمنا. وهلا شو؟ كما قال صديقي نعمت، وهلا شو؟ هلا سكين، بنشوفكم بعد 10 سنين. شكرا. بدي اطلب من مسؤول فينيكس التقني مدير عام فينيكس خبرنا بخمسة او عشر دقائق الاوراق اللي توزعوا لكم، شو هن الاوراق بالتحديد وشو هن تقنيا، شو هن تقنيا هالاوراق. تفضل ربيع استاذ لك. يعطيكم العافية. ربيع انا رح اوضح الجهة التقنية من الموضوع يلي بدنا نضوي عليها، هي نوعية الخدمات يلي عم تتقدم اليوم بالجمع ومعالجة النفايات، ونوعية الخدمات يلي نحن كنا موجودة بالعرض يلي تقدمنا فيه. بداية جمع النفايات بده يتم مثل ما عم يتم اليوم، ولكن الفرز التقني اللي كنا عم نستعملها هي لزيادة التدوير والريسايكلينج للمواد اللي ممكن نقدر نعملها ريسايكلينج. بدي ادور على موضوع كتير أساسي يمكن ما نهنيله، يلي هي إنه اليوم الشركة المتعهدة عم تستعمل الأراضي والمنشآت يلي عقدة للدولة اللبنانية يلي قدمتها الدولة اللبنانية وعملت لها فاينانسينج، بالوقت اللي نحن على عاتق المتعهد واللي عم نقدمه هو توفير الأراضي والمباني لإنشاء معامل الفرز، تأمين الأراضي والمباني لإنشاء معامل المطامر إذا موجودة، الأراضي والمباني لقيام بالتسبيق الكومبوستنج إذا بدنا نعمله. نحن بعرضنا كنا عم نروح لنقدر ننزل بكمية بنسبة تمر تحت ال 15%، كان عندنا تقنية تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية بشكل غير مركزي مثل ما ذكر أستاذ نعمة. هذا الشيء بيقتضي انفستمنت كثير كبيرة، بدنا أراضي، بدنا مباني، بدنا إكويبمنت فاسيلتي بدنا نقوم فيها. بالإضافة لهالشيء الشروط الحالية ما كانت بتقتضي ينعمل ستابيلايزيشن للمواد بدها تقوم بطمرها، يعني بالرطوبة نفسها تنكبس وتنطمر. بالوقت اللي نحن اللي كنا عم نعمله عم نعمل ستابيلايزيشن، يعني عم نضطر على السنتين الاولى يلي بحاجه لنا نحن لنحضر المنشآت والمكانات لنقوم بالويست تو انرجي، كنا عم نضطر نسبه حوالي 40 ل 45%، عم نقوم بالستابيلايزيشن عم ننشفها، عم نصرف انرجي لحتى ننشفها تكون ستيبل وما يكون عندها اي اثر سلبي على المياه الجوفيه او اي انبعاثات غازات سامه. بالإضافة لهذا الشيء نحن رحنا خطوة أكثر أكبر للأمام، إيماناً منا إنه بنستاهل، وإيماناً منا إنه المناطق والأراضي بالبلد موجودة كتير قليلة. لهالسبب كان التارجت بعد 3 سنين يكون اللاندفيل التمر تحت ال 25%، حطينا تارجت لحالنا نكون 15%، وكنا حسب دراسات اللي عملناها رح نقدر نصيب 10%. لهالسبب الأراضي اللي المطامر اللي بدنا إياها هي أقل بكثير من المطامر يلي موجودة اليوم. بالإضافة لهذا الشيء اليوم نوصل على السعر بالطن مثل ما أوريدي ذكر، يلي نحن اليوم عم نقول 123 دولار versus 150 دولار، ونسبة التمر اليوم هي 80% وتفوق 80%، نحن عم نحكي بنسبة التمر تحت ال 15%. يعني المهم اليوم السعر كثير مهم اللي هو اقل من السعر الحالي، ولكن هالخدمات كلها اللي حكينا فيها هي كمان شغله كثير مهمه. بحب اذكر كمان يلي رح تتوزع ترجع عليكم شو اهميه الويست تو ديسنترلايز انرجي، لانه عم نسمع كثير انه المحارق والمحارق والتلوث. بحب اذكر بعض منافع والادد فاليو تبع الثيرمال ديكومبوزيشن يلي عم نطرحها. ما عم نيجي نطرح محارق ونعمل ايميشن بالهواء الطلق وننشر غازات سامه، لا مش هيدا طرحنا احنا. طرحنا اليوم هو عمليه تفكك حراري للمواد العضويه والغير العضويه تنقدر نصيب نسبه التمر تحت ال 15%، وهيدا التفكك الحراري ينتج عنه نستعمل هيدا نوع هيدي النفايات اللبنانيه.
يعني نحن اللي عم نعمله اليوم ما عم نيجي ننظر، صار لنا 5 سنين عم نعمل تجارب، وهالتجارب اللي وصلنا لها والنتائج اللي حصلنا عليها هي اللي جي عم نيجي نطرحها. هيدي اليوم سامبل من النفايات اللبنانية يلي هي تحتوي على مواد عضوية وغير عضوية، ما فيها المواد يلي ممكن نجي إعادة تدويرها، هيدي منشفة مكبوسة، وهيدي المواد وين بدنا نعمل كهرباء ناخد الثيرمال ديكومبوزيشن إيكويبمنتس عم نحكي عنهم عند المستهلك بنركبهم وبننتج كهرباء. وما في اي انبعاثات لانه نحن بس نعمل تفكك حراري اليوم بيطلع نوع غاز، هذا الغاز بناخده على مولد غاز يعني كلنا بنعرف انه اقل تلوثا بالمولدات هو المولد الغاز، نقدر ننتج كهرباء، دونك ما في عندنا اي انبعاثات. بالاضافه لهذا الشيء بتحط بين ايديكم هلا للاعلام انتم بترجعوا بتشوفوها انه اليوم كل طن واحد من النفايات يلي تم تعالجها حسب الويست تو انرجي لإنتاج الطاقة بتقوم بتوفير 1 طن من الغازات السامة كإمشن. يلا. دكتور إحنا بدنا نفصل شوي هيدا. هيدا التابلو يلي عنا 4 تقنيات، الـ4 تقنيات اللي موجودة عم نشوف شو نسبة انبعاثات الغازات السامة يلي بتنتجها. العرض الاول يلي هو بالازرق عم تشوفوه هو 30% ريسايكلينج و70% لاند فيلينج بلا ما نعمل كولكشن للغاز، يعني هي الحاله اليوم بالمطمر الناعمه يلي هي بتعمل حوالي 30,000 متريك تون اوف كربون ايميشن بالنهار. الالترناتيف الثاني هو 30% ريسايكلينج و70% لاند فيلينج، ولكن بنعمل غاز كولكشن وفلارينج، بنولع الغاز اللي عم يطلع نقدر ننزلها لحد 5000 متريك تون اوف كربون ايميشن. العرض الثالث هو 30% ريسايكلينج و70% لاند فيلينج، ولكن بنجمع الغاز اللي عم يطلع وبناخذه بنحرقه ببويلر يما بنولد فيه كهرباء، تقريبا ما عندنا ايميشن صفر. ولكن اذا بنستعمل التقنيه الرابعه يلي نحن عم نستعملها يلي هي 30% ريسايكلينج تقريبا و70% ويست تو انرجي، عم نوفر ايميشن 1 طن من الغازات السامة. هيدا الشيء مش نحن عاملينه، في ريفرنس موجود المؤسسات العالمية يلي حكي عن هيدا الشيء وتقدروا تشوفوه وتطلعوا عليه. شكرا ويعطيكم الف عافية. الو استاذ نعمر، سؤال لك ولزميليك، يعني ما فهمناه من هذا المؤتمر والمعلومات التي أضيعت أن المناقصة كانت عملية احتيال وغش، وأن إلغاء المناقصة كان لتغطية كذبة عليكم وعلى رأي العام. هل تتهمون الحكومة بالاحتيال والكذب والغش؟ من هو المسؤول عما حصل؟ وكيف ستحاسبونه قانونيا؟ لان كل الراي العام كان ينتظر هذه المناقصه. انا ماني او مش بشكر على السؤال استاذ، انا ماني بوضع اتهم حدا، انا بوضع فرجي الحقائق للراي العام وانتم بالتحديد الموجودين اليوم والاعلاميين هن يتهموا ويحكموا ضميرهم ويحكموا. بس بدي اقول لك مثل ما تفضلت وذكرت كل هالعمليه، بس تطلع عليها اليوم الواحد بيفهم ليه المتعهد القديم ما قبل ينزل، ليه الطريقه تمددت 3 أو 4 مرات، ليه صار اللي صار باخر يومين والتغيرات على الارض، وليه في مواقف تغيرت من قلب الحكومه. لأي أنا واضحة هي قلبة دخانية كانت العملية كلها لتغطي مشهدية معينة مش لازم نشوفها ولازم نشوف ما فعلها. بس هذه عملية أنا بنظري كانت قلبة دخانية. نعم رح نفسر المشهدية شوي. نعم رح نفسر المشهدية شوي أكثر. حضرتك مش حابب تفوت بالزواج،
السؤال الأول للأستاذ زياد، هناك معلومات مؤكدة أنه شخصية بارزة في لبنان اشترت منذ 3 أسابيع 40% من السكان. من عفوا؟ من السكان. تمهيدا للعودة. السؤال للأستاذ نعمان، هل تريد من خلال هذا المؤتمر الصحفي وهذا الأعداد الذي تحدثت عنه أن تنعي هذا البلد؟ أنا ما تعودت أنعي هذا البلد، ونحن اللي هون لبعضنا مستثمرين في هذا البلد لبل أكثر. رسالتنا نخلق فرص عمل كل سنة زيادة في لبنان. نحن ما بنقبل ننعي هذا البلد، بس بقول لكم نحن جاهزين لنقاتل لآخر رمق لنغير الواقع في هذا البلد. ومن هالنقطة من هالمنطلع برضو، إذا ما في صرخة بريئة نظيفة بعيدة عن كل المحسوبيات بيسمعها المواطن اللبناني وبتدق بقلبه، لأنه بيعرف أنه حاجاته مش عم تتلبى من السياسيين اليوم أو من مواقع معينة، نعرف أنه هيك صرخة معقولة توصال. أنا بعتبر صوت صارخ في البرية مشان القضية، وأنا بشكر. سؤالي في شخصية لبنانية بارزة اشتري 40% من السكان منذ تقريبا 20 يوم تمهيدا لعودتها، هل كنتم في هذا الجو؟ لا أبدا. أنا حابب بس كمان جوابا على السؤال، أنا أتهم نظام السياسي اللبناني اللي منه قادر يستخرج غاز من البحر ولا قادر يعطينا كهرباء ولا قادر يلم زبالة. أتهم غير مجهول وعليكم تسموه. أنا هلا بدي أسأل سؤال للصحافي الزميل، معلوماتك أكيدة؟ لأنه إحنا ما سمعنا فيها بعد. لكن المناقصة داخلي في عشبيل، وبارح كان في اعتراض انه عشبيل تنشمل معه. نعم. ما بعرف، نحن ما بتعرف دفتر الشروط مش نحن حطيناه. دفتر الشروط وصلنا، بس بهالموضوع مش كده انه سألت هنا السؤال، لانه عم بسمع من جبال اللي هي بنعتبرها شقفة من قلبنا، يعني نحن ما بتعرف نحن بنشتغل بجبال وبكسروان، بنقرب جبال وبيقربونا بجبال. ما بقبل انا اقصر الحقيقه براسي، يعني انا ما بقبل اقصر، لانه اذا اليوم تصوري انه جبال عندها مثلا زبلتها وكسروان عندها كهربتها، الزوق ما بتقعد تعطي كهرباء لجبال وجبال ما بتقبل تعطي خدماتها كسروان، ما بيشلون نوصل لهون. بس برجع بقول لك نحن ما بتفرق معنا، نحن بالنتيجه شو عطوا شو طلبوا منا قدمنا خدمات. ولكن انا برجع بقول لك كثير استهواني انه القطعه لوت 2 يلي كانت بدفتر هالشروط يلي هي بتر كسروان وجبال، حسيتهم ثلاثتهم لإلي واحد، وانا حسيت حالي معني بهالثلاثه قد بعضهم، لانه بعتبر حالي ابن هالقطعه هي. كلنا سوا بنصور هون بنعتبر هذا كل لبنان لنا، بس بذات الوقت قلبنا بيتنفس اكثر بهالمنطقه لانه عشنا بهالمنطقه. استاذ نعمان انا عندي سؤال. نعم. اول شيء انا هون يمكن فيني احكي شوي عن المجتمع المدني. سيد مايكل حداد المناضل الغير التحديات والاول، وبكل فخر انا قاعد. شكرا. نحن اشكرك لوجودك، نحن بنؤمن فيك وبنؤمن بنظرتك. احنا صرنا سنين عم نشتغل لنرفع اسم لبنان بالتشجير، بالوحده، بالجيش، بس بنغفله شفنا البلد ولع كله سوا، صار كله زباله، كل الاخضر انتهى، هويتنا صارت بخطر. اليوم انا هون وغيري كثير هون لانه نحن وزنين فيك وعارفين انه في كثير مشاكل، وعارفين في مشاكل ما بتنحل. الشعب اللبناني اليوم فاير دمه وحوم الطرقات. بكلمتين شو بتقول له؟ وشو بتقول لنا لقلنا؟ بكلمتين بقول لهم نحن فخورين بالشعب اللبناني. أنا شخصياً أكيد حكى أنا وزميلي وشريكي زياد
نحن نفتخر باللبناني، بس للأسف نستحي باللبنان. ونحن بدنا نغير هالشيء كلنا سوا. نحن بدنا نخلي لبنان يشبه اللبنانيين المضبوطين، وهذا تحدي علينا، وهذا رهان علينا. أنا بدي أقول لهم سوا لازم نغير، لأنه سوا مهتمين أنه هذا البلد يصير يشبهنا ما يشبه حدا غيره. سيد زياد. سيد نعمل. سيد زياد بده يحكي. يعني بس كلمة بسيطة يعني تكمل على اللي قاله صديقي نعمل. إن كان شركة بيتاج ولا شركة إندفكو، إذا بده الواحد يدرسها بالاقتصاد، هولي شركات عم تشتغل بالمنطقة ويمكن اقتصادياً منا عاوز سوق لبنان، ولكن نحن اجتماعياً عاوزين سوق لبنان، ونحن منطلقين من هالبلد وما حدا بده ينسى البلد اللي هو منطلق منه، ونحن مجبورين إنه ندلنا موجودين وقت اللي بيعيطوا لنا بيقولوا لنا إنه في حاجة لك. اليوم نحن وصلنا لهون. مثل ما بتعرف دائما في صعوبات سياسيه، في صعوبات مصلحجيه والف قبل. هل يا ترى رح تضلكم ماشيين بمشروع نحن كمجتمع مدني موجودين؟ انتم وقفتوا هون او في استعداد لحتى نشتغل كلنا سوا لمطرح افضل، وقادرين نوقف بوجه هالتيار بوجه هالمصلحجية اللي عم فوق بالسمسرات وياخذوا حقوقنا؟ لا، انا باكد لك، وهيدا صار خطنا اليوم، انه كنا اخذين مجازفه كثير كثير كبيره نحن، لانه عم نلعب مثل ما بيقولوا صوت، نوظف هالقد مبالغ وحوالينا في هالقد خطوره كانت. وبشكرهم انا على فكره انه لغوا المناقصه، اذا بدي افكر من الناحيه الخاصه كثير ريحونا. ولكن بدي اقول لك نحن مستعدين بعد اكثر، نحن مستعدين نموت لهالبلد مش نوظف مصاري، لانه نحن هذا القطار انطلق يا اخوان، هذا القطار انطلق، وهذا البلد بده يعمروه اولاده اللي بحبوه، مش اللي بحبوا ولا اي هدف ثاني الا هذا البلد. من هون تجاوبك عمليا، نحن طلعنا مشروع ومبادره لبنان الافضل يلي عم تكبر كل يوم اكثر من يوم، هي مبادره اقتصاديه اجتماعيه سياسيه، وانت بتعرف وين صارت اليوم، ان كان بقديش في تيارات وافرقاء من المجتمع المدني تبنى هالحراك هيدا يلي في منهم كثير اليوم موجودين، وخليهم اذا بتحبوا يحكوا هن اهلا وسهلا فيهم. استاذ دعمت ريما خداج، لبنان الافضل، مشروع لبنان الافضل الى اين بعد المنقصات والمحاصصات؟ هتكمل فيه؟ الى الامام، لقلك الحقيقه الى الامام، لانه يلي شفناه اليوم زادنا ايمان قديش مهم نقول كلمتنا، ما بقى نستحي لا بل اكثر، ما نقولها بقى من برات القلعه، بدنا نقولها من جوات القلعه. هالقد لازم نكون رايحين، لانه عم يتوقع حاله علينا كثير. من هون بقول لك انه نحن لا، لبنان الافضل رح يصير مشروع بتبنيه قد ما فينا مجتمع مدني، يكون شريحه كبيره من المجتمع المدني عم تتبنيه قد ما بيقوى اكثر، لانه برجع بقول منه لخدمه ولا اي شخص، منه الا لخدمه بناء وطن نفتخر فيه فقط. لهيك استاذ نعمان، بالنسبه لي دون اللي بيعتذر بده يطلع، انا عندي بس الساعه 5 بقى بعتذر. سؤالي بعد اتهام الحكومه بالكذب والاحتيال، بعد اتهام الحكومه بالكذب والاحتيال، من ترون من الفرقاء السياسيين مغطي او مشارك في هذه العمليه؟ جميعا. ارجع بقول لك انا مش عم بتهم حدا، مش عم بتهم الحكومه جميعا. دول اذا تفضل المختار عم بقول هيك، انا بدي خلي مش نحن نحكي، خلي الحيطان تحكي، خلي الناس، خلي المختار يحكي، خلي جميعا دون استثناء السجود. طلعت ريحتكم بريه الحركه،
البيئه بريه نزلت على البرج وساحه الشهداء، الموتوسيكلات ابرياء اللي عملوا فوضى ابرياء، اصبح الدوله اليوم الموجوده بكل مكوناتها 8 و14 واحرار وعجنب شاركوا بطلعه ريحتكم وشاركوا بالمناقصه وقعدوا عجنب. هاي اليوم نحن بنطلع صاحبي بنشجع الشباب وبنمنداني نضربهم بنمنداني بنقول على مجلس الوزراء وبننسحب بطلعوا الصفه طلع اشتمتي على الشعب اللبناني وعلى الشعب الكسرواني وجبايني تحديدا. شكرا مختار. شكرا مختار. أنا بشكركم يا أخوان على هاللقاء. سؤال بعد العميد الركن توفيق الملكي شرفنا الرئيس. شو بيمنع طالما أنه المبادرة الفردية هي عمالة تحقق أمان الشعب؟ ما لأنه الدولة ما بقى بتكلم. نحن يجب أن ننسى هذه. ليش ما المبادرة الفردية ما هي بتاخذ الفندايرة تحملها وبتتفق والبلديات حضراتهم يتوافقوا كلهم سوا مع بعضهم ويتفقوا معكم ويفوتوا بالمشروع وما بدنا بقى. حديث كثير حلو. نحن صار لنا 3 سنين يعني رؤساء البلديات الموجودين بيناتنا اليوم بيعرفوا قديش تعاملنا سوا مع اتحاد بلدياتنا نلاقي طريقه من هذا النوع. في عندنا مشكلتين. عندنا مشكله اول شيء قانونيه. المشكله انه كل هالمواضيع بدها كونترايات واتفاقيات طويلة الأمد، يعني أكثر من مدة رئيس البلدية في عهده. تجبر على الفريق الآخر ما يقدر يعمل مشاريع كبيرة، يعني أنا اليوم نحن اليوم إذا بدنا نشتغل مع بلدية بدنا نشتغل على بلدية على شيء قصير المدى، لأنه رئيس البلدية ما في يلتزم أكثر من بلدية. من هيك بدنا صندوق البلديات والدولة المركزية بهذا الموضوع. وثاني شيء رؤساء البلديات بحد ذاتهم مش عم يقدروا انه يدعوا مكونات ضياعهم او مناطقهم انه يقدروا يتعاونوا بمعنى ويفرضوا حلول، لانه للاسف تعرف في نوع من خوف نوع من قلق والاعلام لعب دور كثير كبير باول فتره ليخوف الراي العام من الحلول الخلاقه، واليوم نحن بالعكس عم نبلش نرجع نتقرب اكثر من البلديات وان شاء الله نقدر نلاقي طريقه نقدر نتعاون سوا على مدى قصير.